السلام عليكم، يسعد اوقاتكم واهلا وسهلا فيكم بتسجيل صوت جديد وفيديو جديد على قناة نبراس سبورت. طبعا يا غوالي لا تنسونا من الضغط على زر اللايك حتى تسمحوا بظهور هذا الفيديو لجميع المهتمين بهذا المحتوى. بداية بالخبر الهام والهام جدا اللي عم يذكر خلال هاي الساعة، هو عدم وجود اي مباراة ودية حاليا للمنتخب السوري. طبعا تأكد هذا الخبر من خلال شبكة جلوبال سبورت حساب الاستاذ والصديق ناصر بكار على الفيسبوك. حسب ما عم يذكر الخبر عن تلقي الاتحاد العربي السوري لكرة القدم كتاب رسمي من منتخب اذربيجان، وعم يعتذر عن مواجهة منتخبنا السوري وديا خلال الفترة القادمة، اضافة عن عدم وجود اي رد من اتحاد اوزباكستان بالنسبة لاقامة مباراة ودية ايضا مع منتخبنا السوري، والاتحاد الاوزباكي ما عم يرد على اي دعوة من الاتحاد السوري لكرة القدم لتاريخ تسجيل هذا الفيديو. ايضا عن منتخب ارمينيا، وشاهدنا خلال 24 ساعة الماضية عن وجود، وتأكد عنا الخبر عن وجود مباراة ودية للمنتخب السوري مع احد المنتخبات بقارة اوروبا. يعني جميعا نحن بنعرف المنتخب حيواجهه منتخبنا السوري اكيد حيكون اقل تصنيفا من منتخبنا السوري، وذكر حسب المصادر انه المنتخب المتوقع كان منتخب ارمينيا، لكن منتخب ارمينيا خلال هاي الفترة حسب ما ذكرت المصادر غير قادر وغير مستعد وغير مكتمل عن مواجهة اي منتخب خلال هاي الفترة. وجميعا بنعرف انه اهمية المباريات الودية حتكون المدرب نزار محروس او المباريات التجريبية والتحضيرية قبل الخوض المباريات الرسمية بمشوار التصفيات. هذا شيء مهم لاي مدرب جديد بيستلم دفة اي تدريب لفريق او منتخب، حتى يكون في عنده اطلاع على مستوى اللاعبين بهاي المباريات، وايضا يجرب اللاعبين المنضمين حديثا للمنتخب من محترفين وايضا من لاعبين محليين حيختارون بعد الانتهاء من معسكر الثاني اللي عم يكون بمدينة حلب. نحن اليوم ب 27/7، اول مباراة حتكون ب 2/9 امام منتخب ايران. الى الان ما عندنا ولا اي مباراة ودي للمنتخب السوري، اكيد حيكون في عنا مباراة ودية، لا تشغلوا بالكم ابدا حول هذا الموضوع، لانه ما في منتخب حيخوض التصفيات من دون خوض اي مباراة ودية قبل بداية المباريات الرسمية. حسب ما عم يذكر المصدر ايضا انه الكابتن نزار محروس ما عنده رغبة ابدا بمواجهة اي فريق امام منتخب سوريا، يعني المدرب عم يختار منتخب حيواجه منتخب خلال هاي الفترة او خلال هاي المباريات الودية. طبعا ان المنتخبات هي بتضم نخبة اللاعبين وافضل اللاعبين بكل بلد وافضل اللاعبين المحترفين بكل بلد، حتى يكون المستوى متقارب بين الفريقين كمنتخب ومنتخب، انه اكيد المباراة بين منتخب ونادي ما حتكون ابدا بنفس المستوى بنفس الرتم. على سيرة المنتخب، المنتخب السوري عم يستكمل مشوار التحضير والمعسكر الداخلي الانتقائي بمدينة حلب. حسب ما عم تذكر الصفحة الرسمية للاتحاد العربي السوري لكرة القدم انه المعسكر عم يكون في عنا يوميا حصتين تدريبيتين للمنتخب. طبعا بعد الانتهاء من هذا المعسكر حيكون في عنا اختيار وانتقال افضل اللاعبين يلي ظهروا خلال هاي التدريبات، وايضا المدرب نزار محروس ذكر انه باب المنتخب مفتوح لاي لاعب، ومن الممكن مع بداية الدوري السوري يتألق اي لاعب، يكون في عنا اختيار وضمه لبعثة المنتخب او لقائمة المنتخب قبل مباراة منتخب ايران. بانتظار الاخبار الرسمية والرسمية فقط حول موضوع ملف المباريات الودية للمنتخب السوري، من المتوقع يكون في عنا مباراة او مباراتين قبل خوض المباراة الرسمية امام منتخب ايران، واكيد من حق اي مدرب يكون في عنا مباراة ودية مثل ما ذكرنا لتجريب واطلاع على مستوى اللاعبين يلي اختارون، وانا بتوقع يكون في عنا تواجد لجميع اللاعبين المحترفين، وايضا تواجد اللاعبين في حال استدعائهم او في حال ضمهم للاعبين المحترفين باوروبا وامريكا، يكون في عندنا مشاركة لهؤلاء اللاعبين مع المنتخب السوري، لانه كتير من المهم انه اللاعب المحترف المنضم حديثا للمنتخب انه يشارك بمباراة ودية حتى يصير في عندنا انسجام بين اللاعبين، انسجام بين خطوط الفريق، خصيصا ايضا انه المدرب الجديد لمنتخبنا كابتن نزار محروس ابو حامد جرب ويطلع على اللاعبين اللي اختارهم المحترفين او اللاعبين المحليين قبل خوض المباريات الرسميه. بالنسبه لملف المحترفين ما في عندنا ابدا اي شيء جديد حول موضوع ضم اللاعب خليل الياس، بانتظار الاخبار الرسميه حول موضوع انتهاء اوراقه وانضمامه بشكل رسمي للمنتخب. وجدير بالذكر ايضا عبد الرحمن ويس بعد الفيديو الرسمي اللي كان من خلال صفحه الاتحاد العربي السوري لكره القدم، ما في عندنا ابدا اي شيء جديد حول هذا الموضوع، بانتظار انتهاء ملف اللاعب بابلو صباغ، هي موافقه اللاعب بانضمام للمنتخب السوري او الرفض
بالانضمام للمنتخب. بالانتقال لأخبار اللاعبين السوريين والعقيد عمر السومة، عم يستمر معسكر نادي الأهلي السعودي بتونس طبعا تحضيرا واستعدادا للموسم القادم من الدوري السعودي للمحترفين 21-22، وعم نشاهد عدة مباريات ودية تحضيرية تجريبية للأخضر الأهلي ضمن معسكر خارجي متواجد بقارة أفريقيا بدولة تونس تحديدا. كان في عنا مباراة ودية لنادي الأهلي السعودي أمام نادي صفاقس التونسي، وانتهى اللقاء بفوز نادي الأهلي بهدف دون رد. من المتوقع بالأيام القادمة انتهاء معسكر نادي الأهلي والعودة لمدينة جدة طبعا تحضيرا لبداية الدور السعودي خلال أول أسبوعين من شهر آب القادم، طبعا في حال عدم تواجد أي تأجيل أو أي موضوع يأجل انطلاقة الدوريات بالعالم، وإن شاء الله انتهاء هذا الوباء وعودة الروح والجماهير للملاعب يا رب. بالانتقال لأخبار اللاعب عمر خريبين، كثير من الأسئلة والتعليقات كانت لأخبار اللاعب عمر السومة وعمر خريبين على الفيديوهات السابقة على القناة. عمر خريبين عم يستعد وعم يحضر مع نادي الوحدة الإماراتي على الرغم من وجود أخبار حول العرض المقدم من نادي الاتحاد السعودي ضم اللاعب والاستفادة من اللاعب عمر خريبين مع نادي اتحاد جدة أو نادي النمور. طبعا ما صار في عنا أي رد من نادي الوحدة حول هذا الملف، والخبر رسمي من خلال موقع سبورت 24 السعودي. عم نشاهد من خلال هاي الصور تحضيرات وصور اللاعب عمر خريبين تجهيزا بدولة الإمارات والمعسكر بالإمارات تحضيرا لبداية دور الإماراتي 21-22. والجدير بالذكر كان في عنا معسكر سابق لنادي الوحدة الإماراتي بدولة إسبانيا، ما كان في عنا أبدا أي مشاركة للاعب عمر خريبين أو التحاق للاعب عمر خريبين مع بعثة نادي الوحدة. كل التوفيق إن شاء الله لجميع اللاعبين السوريين المحترفين، وأكيد وهلأ حيكون في عنا تخصيص فيديوهات مثل ما تعودنا دائما خلال المواسم الماضية منغطي أخبار اللاعبين السوريين المحترفين بجميع الدوريات حول العالم. أكيد كتير في عنا لاعبين سوريين محترفين بالدوريات العربية وبالدوري البحريني، يعني جميعا شاهدنا الأخبار والانتقالات اللي كانت للاعبين منتخبنا السوري واللاعبين من الدوري السوري للدوري البحريني خلال هذا الموسم. أكيد بتمنى لنا كل التوفيق إن شاء الله والنجاح بجميع التجارب الاحترافية اللي عم تكون بجميع الدوريات العربية والأوروبية، وأيضا توفيق للاعبين ذات الأصول السورية اللي هن من المتوقع ينضموا للمنتخب السوري خلال المشوار الأخير من تصفيات كأس العالم. بتمنى منكم أصدقائي شاركونا رأيكم حول موضوع المباراة الودية للمنتخب السوري، يعني أنا بتوقع صراحة يكون في عنا مباراة ودية مع أحد المنتخبات العربية، أنا هيك بتوقع صراحة، لأنه من الصعب أن نواجه أي منتخب أوروبي ولو كان أقل من تصنيفنا، وأكيد حيكون أقل من تصنيفنا عالميا، ومن الصعب مواجهة أي منتخب موجود بقارة آسيا، فالمتوقع يكون في عنا مواجهة لأحد المنتخبات العربية القريبة اللي نحن دائما تعودنا نواجهها خلال المباريات الودية. وما ننسى ضيق الوقت والتحضير للفترة الأخيرة من الدور الأخير لتصفيات كأس العالم. أكيد لا تنسونا من اللايك يا غوالي، في عنا نقص كتير من الضغط على زر اللايك، انتوا باللايك بتسمحوا بظهور هذا الفيديو لجميع المهتمين بهيك محتوى من الفيديوهات. هلا السلام عليكم.